مساء الخير. بأيار عود بين الورد وتذكر ليالي البرد، هيك بيقول المثل. ضرب إعصار مكن عدة مناطق يمنية وأدى إلى وفاة 11 شخص وفقدان العديد، حيث بلغت سرعة الرياح 170 كيلومتر بالساعة مع تساقط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وغمرت المياه المنازل والطرقات، وأجلت السلطات المعنية العائلات المنكوبة ووضعتهم بمراكز إيواء حفاظا على حياتهم. بالعودة إلى طقسنا، ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب منخفض جوي عم بيأثر على مناطقنا وعم بيؤدي إلى تساقط أمطار رعدية بعدة مناطق. الحرارة معتدلة، الرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 25 درجة. الليلة طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل خاصة على الجبال وتساقط أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، وبتشتد غزارتها ليلا مع رياح ناشطة خاصة على المرتفعات الداخلية والشمالية. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وتساقط أمطار رعدية ورياح ناشطة أحياناً وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 460 مليمتر، السنة الماضية 605 والمعدل العام السنوي 815. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 14، بالبقى 11 والأرز 8. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل رحبة 26 درجة، طرابلس 27، الأرز 15، فردبيان 15 درجة، إذن مع تساقط أمطار بكافة المناطق 20 درجة ببيت الدين وصيدا 27. الرطوبة بتتراوح بين 60 و90%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية غربية جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 19 و27 درجة، الخميس بين 18 و26، وبتبقى للجمعة مع 18 و26 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مع الكويت، أدناها 29 أقصاها 44 درجة. الجزائر بتتراوح بين 15 و20 درجة، وبننهي جولتنا بروما وبتتراوح درجات الحرارة بين 18 و26 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.